بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، أقيم مساء يوم أمس في الصالة الثقافية حفل ختام وإعلان الفائزين بجائزة المواهب الإعلامية 2023، والذي شهد مشاركة عدد من المسؤولين ومنتسبي قطاع الصحافة والإعلام والمهتمين في مملكة البحرين. وفي بداية الحفل وجه سعادة وزير الإعلام كلمة أعرب فيها عن تهانيه للفائزين بجائزة المواهب الإعلامية 2023 وتمنياته لهم بمواصلة النجاح في تنمية مهاراتهم الإعلامية بما يعزز من فرص تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المهنية في مسيرة العمل الإعلامي، مؤكدا أن الجائزة وما صاحبها من برامج تدريبية مكثفة كشفت العديد من المواهب الإعلامية الواعدة والمتميزة التي تسخر بها مملكة البحرين. عبر سعادة وزير الإعلام عن شكره وتقديره لصندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين على دعمه الدائم للمبادرات الإعلامية التي تسهم في تنمية وتطوير مهارات الكوادر الشابة وتمكينها من المساهمة في جهود التنمية في مختلف القطاعات بالمملكة. كما توجه سعادته بالشكر لكافة القائمين على البرنامج التدريبي مشيدا بجهودهم في تزويد المشاركين بالخبرات والمهارات الاحترافية في مجالات وتقنيات العمل الإعلامي المرئي والمسموع لتطوير قدراتهم وتأهيلهم بالمهارات والمعارف العملية والمهنية والمتخصصة في هذا المجال. بعدها قام سعادة وزير الإعلام بتسليم الجوائز للفائزين بجائزة المواهب الإعلامية 2023. بعد رحلة من الإبداع والابتكار قضوها المتسابقون في مسابقة جائزة المواهب الإعلامية، ها هم اليوم يحصدون ثمار اجتهادهم في حفل ختام الجائزة ليفوز 6 من المتسابقين على فئتين العربية والإنجليزية. حقيقة موجودين في احتفال الختام لمسابقة المواهب الإعلامية اللي نظمتها وزارة الإعلام بدعم من صندوق العمل تمكين. الحمد لله اليوم الحقيقة كان في حفل بهيج وممتع ومسلي، قدموا فيه المتسابقين سكتشات حلوة وفقرات جميلة، واستعرضنا معاهم الإبداعات اللي قدموها خلال المسابقة من برامج محتوى إعلامي. الحقيقة يعني تفاجأنا بالنتائج الجميلة، ونهني الحقيقة الجميع اللي فازوا بالمراكز الثلاث الأولى وكل المشاركين حقيقة، سواء كان اللي وصلوا لمرحلة الأربعين أو المرحلة العشرين أو الثلاثة اللي فازوا، الكل نعتبرهم فايزين، ونشكر الحقيقة الدعم السخي اللي حصلناه من صندوق العمل تمكين، توجيهات من سيدي سمو الشيخ عيسى بن سلمان ودعم الدائم لوزارة الإعلام. تمنى بإذن الله مستقبل باهر لهم في المجال الإعلامي، إن شاء الله بإذن الله تفتح الأبواب لهم لفرص مستقبلية في العمل مع مختلف المنصات الإعلامية الموجودة في مملكة البحرين. هذه الجائزة شعورها جميل، الفوز شعوره جميل. هذا الفوز جاء من بعد تراكمات ومن بعد تجارب عديدة في مجال الإعلام، ولكن جميل أن يتوج هذا الفوز في هذه الشيء اللي ممكن أن احنا ناخذه حق المستقبل ونبني عليه. اليوم الفوز الحقيقي هو إيمان الناس فيني أكثر من ما أنا آمن في روحي في هذا الشيء، وهاي الشيء يدفعني ويعطيني مسؤولية أن أنا أعطي أكثر وأن أنا فعلا أكون في هذا المجال إن شاء الله. أولا الحمد لله، الفضل لله، ثم الدعم من الوالد والوالدة، هم يعني الأساس، هم اللي أسسوني وأنا صغير على طريقة الكلام، وعلموني وحثوني على القراءة وعلى التجويد عشان أحسن مخارج حروفي، أحسن منطوقي، والحمد لله على كل حال. المشروع الفكرة أنا في بالي من زمان، تطبيقها يمكن ما كان ميسر، فحبيت أطرح الموضوع، والحمد لله الحمد لله فاز المشروع. كانت تجربة استثنائية، كانت تجربة تعلمنا فيها وايد، وأقدر أقول إن هي من أحلى محطات حياتي. صدق إن هي كانت 3 شهور، لكن تعلمنا اللي ما يعني ما حد يتصور إن 3 شهور كمية اللي تعلمنا وايد كبيرة، وشكرا حق وزارة الإعلام إن أعطتنا هذه الفرصة. تضمنت المسابقة التي كانت على مدى 4 أشهر على دورات مكثفة من التدريب العملي والنظري، تتنوع ما بين الإعداد والتقديم التلفزيوني والإلقاء الصوتي وغيرها،
ليكون المتسابقون مؤهلين إعلاميا. طبعا بالنسبة لي يعني جدا سعيد بالفرصة وجدا سعيد بالجائزة اللي الحمد لله كلنا تعبنا كلنا اجتهدنا وكلنا أخذنا بالعديد من المراحل اللي وصلتنا لهذه اليوم بالذات. إني أنا فزت بالمركز الأول يعني طبعا شرف، بس أكثر من شرف هو مسؤولية. مسؤولية إني أكون إني أحط 100% نفس ما يقولون 100% من مجهودي من قدراتي على أساس إن أنا أساعد في تطوير المسيرة الإعلامية في مملكة البحرين. هذا كان حفل ختام جائزة المواهب الإعلامية وكان ذلك رائعا جدا، وأنا متفاجئة بحصولي على المركز الثاني، فكانت فرصة رائعة لأعرض فيها رؤيتي، وأيضا متحمسة بأن أتيحت لي الفرصة لأن أتدرب في إذاعة البحرين. فشكرا جزيلا لزملائي والمدربين الذين ساعدوني في تطوير نفسي لأكون أفضل من قبل. بغيت أشكر الكل اللي كانوا من مقدمين البرنامج، حتى زملائي اللي كانوا وياي المشاركين. كانت تجربة وايد حلوة واستثنائية، وما توقعت الصراحة أن هالثلاثة أشهر أن أقضي الوقت أن أنا مو بس أتعلم، حتى أبني صداقات ويا كل، وتعلمت كثير عن الميديا وعن الإعلام، ووايد سعيدة ومتحمسة حق الخطوة الثانية. تأتي مسابقة المواهب الإعلامية تنفيذا لخطط وزارة الإعلام الرامية لتطوير الشباب وصقل الطاقات الإبداعية في المجال الإعلامي لخلق جيل متمكن بجميع المهارات الإعلامية.